إذا غنمشيو لنوع آخر اللي فيه ناقص اللي هو على هذا الشكل هذا. دائما لدينا زد كيساوي واحد ناقص اش من الزاوية القوس ديالها كيساوي جذر 3 على 2 اللي هي قوس بي على 6. بي على 6 علاش؟ حيت كندير 3 في 2. وديجا راه عطيتكم التقنيك باش كتلقاو هاد الزوايا في الشكل المثلثي اللي كنت شرحت في الدرس. نفس الشيء بالنسبة للسينوس، حتى هي بي على 6 هي اللي كتعطينا واحد على 2. دابا شنو غندير؟ راه بحال إلا عندك دابا واحد ناقص قوس تيتا، غتمشي لهاد العلاقة الثانية. كنا في الأول كنخدمو بالعلاقة الأولى، علاش؟ حيت بيناتهم زائد، ولكن دابا ناقص. إذا شنو غتعطينا هادي؟ غتعطينا 2 سينوس أوس 2 تيتا اللي هي بي على 6 على 2 زائد إي سينوس تيتا. شحال كتساوي؟ كتساوي هاد العجبة هادا، يعني العلاقة الثالثة كنستعملوها دائما في السينوس. إذا غتعطينا 2 كوس بي على 6 على 2 في سينوس بي على 6 على 2. نقاد داك الحساب ونشوفو. غتعطينا 2 سينوس أوس 2 2 سينوس أوس 2 بي على 12، حيت كينزل المقام عند المقام وكتكون مضروبة ديك 6 في 2. نفس الشيء بالنسبة للآخرين، بي على 12 في السينوس بي على 12. شنو هو العامل المشترك بيناتهم؟ العامل المشترك اللي نقدر نعمل به ماشي قوس، ماشي بحال الاولين. هنا كيبان لي السينوس وهنا جوج سينوس وهنا جوج سينوس، غنعمل بهم. غنعمل بجوج سينوس بي على 8 او لا بي على 12. بي على 12 شنو غيبقى لك هنا؟ حيت كاينه اوس 2، اذا حيدت واحد السينوس غتبقى لك وحده اخرى، حيت كاينه اوس 2 ها هي زائد. هنا حيدتي جوج وحيدتي السينوس باش عملتي، غيبقى لك اي كوس بي على 12. نرجعو عاوتاني للعلاقه ديال الشكل المثلثي اللي كنا كنعرفوها. ديجا كنعرفو بان الزيد كيتكتب على هاد الشكل، الشكل المثلثي ديالو كيتكتب بهاد الطريقه هادي. اوكي، واش مكتوب هذا بهذه الطريقه؟ لا. علاش؟ حيت مسبوق بالسينوس، وحنا كنعرفوا بان الكوس هو اللي ما تيكون حداه اي، فهذه لا كوس حداه اي، اذا هذا ما كيتسماش الشكل المثلثي، خصني ندير عليه شي تعديلات. عندكم عاوتاني واحد العلاقه في الدرس اللي كنت ديجا عطيتها لكم، الا عندك السينوس ديال الطيطا زائد اي كوس ديال الطيطا، عقل عليها مزيان، هذه كنحتاجوها. وبغيتي تقلبهم، يعني تجيب كوس لهنا والسينوس لهنا، راه يمكن لك دير كوس بي على 2 بي على 2 ناقص تيتا زائد اي سينوس بي على 2 ناقص تيتا. هذه واحد العلاقة، علاش؟ حيت كوس تيتا كتساوي سينوس بي على 2 ناقص تيتا. هذه عوضتها بهذه وهذه عوضتها بهذه، دوك العلاقات ديال السيزيام والسانكيام باش نبدلو السينوس بالكوس ونبدلو الكوس بالسينوس. اذا هذه علاقة عفاكم مهمة بزاف. فين غنطبقها؟ هنا. إذا إلا طبقنا ديك العلاقة المعيار، هذا العدد بعدا ولا هذا المعيار غيبقى بعدا هنا، مازال ما غنسميوه المعيار حتى نتأكدوا واش موجب ولا سالب. إذا كما قلت السينوس ديال الطيطا إي كوس ديال الطيطا، شنو غتعطينا؟ غنحولوها لهذو، غتعطيك كوس بي على 2 ناقص الطيطا اللي هي بي على 12. نفس الشيء بالنسبة لهذي، كتحول السينوس بي على 2 ناقص بي على 12. صافي، دابا نديرو شي تعديلات نحسبو هاد الشيء هذا. غيعطينا 2 سينوس بي على 12 كوس، إلا وحدنا المقامات المقام الموحد هو 12، ياك هو 12، ردو معايا البال لا ندير شي خطأ، يعني غنضرب هنا في 6 وغنضرب هنا في 6، 6 بي ناقص بي هي 5 بي، المهم نتوما تأكدوا منها واش صحيحة ولا لا، توحد المقام. نفس الشيء بالنسبة للأخرى، 5 بي على 12. إذا
هذا دابا راه مكتوب بهذا الشكل، ولكن مازال ما غنسميش الشكل المثلثي. علاش؟ حيت خص المعيار هذا العدد اللي كيكون مسبوق خص يكون موجب قطعا، اكبر قطعا من صفر، وهذه خص تكون محصوره بين ناقص بي و بي. الا كانت غير محصوره بين ناقص بي و بي كنرجعوها كندير شي تعديلات عليها. اذا غناخذ الاله الحاسبه ونحسب ديك 5 بي على 12. نشوف 5 بي مقسومه على 12 كتعطينا واحد فاصلة، واحد فاصلة يعني تقريبا محصورة بين ناقص بي و بي، بين ناقص بي و بي. دونك احنا بعد تأكدنا من ان هاد الزاوية محصورة بين ناقص بي و بي، نشوف دابا هذا واش موجب ولا سالب. عندك السينوس، السينوس ديال بي على 12 كيساوي 4.5، فهاد جوج هادي يعني غيساوي 8 فاصلة الى غير ذلك. المهم غيساوي عدد موجب. اذا هذا فعلا هو الشكل المثلثي، المعيار ديالو هو جوج سينوس بي على 12، والارغيمون ديالو هي 5 بي على 12. صافي، المعيار هو هذا، والارغيمون يعني الزاوية او العمدة هي هذه. اذا هذه هي الطريقة ديال الاجابة على هذا النوع هذا اللي فيه ناقص. دابا غنمسح السبور باش نمشيو لامثلة اخرى. دابا غنمشيو للمثال الاخر اللي هو على هذا الشكل هذا. عطاونا الزيد كيساوي جوج زائد جذر جوج زائد اي جذر جوج. واش هذا مكتوب على هذا الشكل؟ بطبيعة الحال لا. علاش؟ حيت خاص هاد جوج هادي بلاصتها تكون واحد، وإلا مشيتي تقلب على القوس ديال شي زاوية كتعطيك جذر جوج صعيب باش تلقاها، ما كايناش في داك الجدول ديال الدوال أو لا الزوايا الاعتيادية. إذا باش تكون هادي جوج ولا هاد جوج هادي باش تكون واحد، شنو غندير؟ غنعمل، غنكتبها على شكل تعميل، غنعمل بجوج باش تبقى ليا تما واحد، والآخرين راه غنقسمهم على جوج باش عملت. يعني غير درنا واحد التعديل، حيت ضروري خص يكون مكتوب بهذا الشكل. مزيان. اذا دابا لدينا داك الزيد غيكون مكتوب على شكل جوج، يعني اللي واحد زائد شمن زاوية دابا كوس بي على 4 زائد اي سينوس بي على 4، وديك جوج راه كتبقى ديما على برا. من بعد شنو غندير؟ نفس الطريقة، ها جوج بعدا غتبقى على برا، غندير هذا القوس، واحد زائد كوس تيتا، واحد زائد كوس تيتا كتعطيك هذه جوج كوس بي على 4 مقسومة على جوج زائد اي سينوس تيتا غنحولها لهذه غتعطيك جوج كوس بي على 4 على جوج سينوس بي على 4 على جوج. وغنسد داك القوس حيت كلشي مضروب في جوج. نديرو عاوتاني شي تعديلات، غتعطينا جوج كوس بي على 8 زائد اي جوج كوس بي على 8 في سينوس بي على 8. من بعد باش غنعمل هنا كاينه استثنان، باش غنعمل بجوج كوس بي على 8، غنعمل بها وهاد جوج ديما على برا، غنعمل بجوج كوس بي على 8 وغتبقى لك هنا كوس بي على 8 كما العاده زائد اي سينوس بي على 8. من بعد شنو غندير؟ هاد جوج غنضربها في هاد المعيار، حيت كاين الضرب، كاين الضرب بين هاد القوس وهاد القوس. اذا غتعطينا 4 كوس بي على 8 كوس بي على 8 زائد اي سينوس بي على 8. ونعلم ان هذا العدد هذا راه موجب قطعا، يعني المعيار موجب قطعا، ديما كيكون موجب. اذا هذا يمكن لي نسميه المعيار حيت موجب قطعا. وعندك عاوتاني ديك الزاويه محصوره بين ناقص بي او بي، اذا هذا كيتسمى الشكل المثلثي، ويمكن لك تكتب ديك الكتابه المختصره 4 كوس بي على 8 اللي هو المعيار فاصله ديك الزاويه اللي هي الارغيمون اللي هي بي على 8.
إذا هذه هي الطريقة ديال الإجابة على هذا النوع ديال التمارين أو النوع ديال الأعداد الأوقدية اللي كتعطى على شكل A زائد 1 زائد A زائد E B. إذا نتمنى تستفدوا من هذا الفيديو هذه. موعدنا مع فيديو آخر وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.